بتبقى هاف واي، بس بنروح ناحيه ميديال شويه لان انا بحط الجايد واير على المسار وبسيبه ما اعملش عشان ما يحصلش انفنجمنت للجراف الروف او الزنط او بيلوري والزنيه فليكس. وبعدين بنلاحظ وبيلو والني فليكس ان الفوت برنت از 250% لارج. هنشتغل منه على الفيمورال سايد. لازم ابتداء من اللحظه دي ننسست على 120 درجه فليكشن. ليه 120؟ هذا المؤتمر يسعى الى التواصل مع الدول الجارة. عندنا مجموعة زي ما قلت لك أساتذة من مصر، عندنا أساتذة من الشقيقة تونس، في أساتذة من ألمانيا، من تركيا، من الأردن عبر الزوم. 30 درجة فوق الترابيزة في مستوى الهوريزونتال واللو أنتروميديا. هننقل ليه على محتاج تعمل ماتش خلاص يعني كنا بنوسع الزول عشان في الحقيقة. اليوم نبارك جهود الجمعية الليبية لمناظير العظام والإصابات الرياضية لتنظيمها لهذا الحدث، بالخصوص خليني نحكي في الجانب اللي أنا يعني نبرع فيه نوعا ما اللي هي الثقافة الصحية في ليبيا. أمر مهم إن هم اليوم لم يشهد دعوات فقط للدكاترة أو للكادر الصحي، إنما توجهوا أيضا حتى للرياضيين، لأن ثقافة الرياضية في الجانب الصحي أمر نفتقر إليه في ليبيا بشكل كبير جدا. لابد للرياضي أن يكون على دراية كاملة بما يمكن أن يقدم عليه من إصابات، من أي أضرار صحية تعود عليه، حتى أن يتحرى الطريقة الصحيحة في التدريب في كل الأعمال اللي يقوم بها ليحافظ على صحته، وحتى يكون دائما في المستوى البروفيشنال اللي يطمح له.